يمكن عقب انتهاء مباراه الاهلي واف سي مصر بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معانا كابتن ايمن المدير الفني طبعا لفريق اف سي مصر او نادي مصر. طبعا النهارده مباراه وديه بالنسبه لكم، استفادات كبيره زي الاستفادات بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيحاول يجهز نفسه لمباريات الدوري او بطوله افريقيه، لكن قول لي تلقيتوا الدعوه ازاي والتنسيق تم ازاي بالنسبه لمباراه اليوم؟ والله طبعا احنا الدوري شغال بتاعنا في مرحله منافسات، فتلقيت تليفون من كابتن احمد ايوب ان الوقت بالنسبه لهم ضيق جدا النادي الاهلي، وعندهم مباراه مهمه كلنا لازم نقف جنب النادي الاهلي في الوقت ده بحكم ان النادي الاهلي بيمثل مصر كلها. فكانت الامور بالنسبه لنا صعبه لان انا كان عندي مباراه امبارح في الدوري، وكان صعب ان انا العب المباراه امبارح ومباراه النهارده. فطبعا جبت مجموعه البدلاء وجبت مجموعه الناشئين تحت السن ان انا في نفس الوقت اعمل تجربه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي يستعد لمباراه النجم الساحلي فالنهارده. لكن الاداء طبعا النتيجه كانت عاليه شويه. طبعا انا عندي حوالي 14 15 لعيب ما لعبوش النهارده بحكم ان لعبت امبارح، بس برضو الاداء كان سيء جدا النهارده. يعني من وجهه نظرك يعني ما بيبقى في استفادات كبيره مواجهه فريق زي النادي الاهلي، انتوا بتستفيدوا ايه على المستوى الخططي والمستوى البدني بالنسبه للاعبين؟ يعني عايزينك تحطنا طبعا في اجواء، لان النادي الاهلي منافس قوي زي ما احنا عارفين وعنده امكانيات كبيره جدا. طبعا النادي الاهلي منافس قوي، ايا كان اللعيب اللي في القائمه في النادي الاهلي يمثل اميز لعيب في الدوري الممتاز. فالنهارده عشان اجي العب مباراه زي كده لازم اكون مستعد بتيمي الاساسي ان انا العب بيه، لكن لظروف عاده تاني لظروف النادي الاهلي اضطريت ان انا اجي العب المباراه ديت تحت اي ظروف وتحت اي وتقبل النتيجه ايا كانت. لكن النهارده انا لو الامور مساعداني كنت استفاده فرديه كبيره جدا من فرقتي الاساسيه، وكنا نقدر ان احنا نكون ند للنادي الاهلي ونعمل مباراه كويسه نفيد النادي الاهلي واحنا نستفاد. لكن طبعا ظروفي مباراه امبارح هي اللي خلتني اضطر ان اجي بالمجموعه اللي موجوده ديت. يمكن كابتن ايمن سي في مشرف بالنسبه لحضرتك، صعدت باكثر من فرقه وليك بصمه كبيره جدا، فريق اف سي مصر استعان بيك وان شاء الله تبقوا في الممتاز ان شاء الله، لكن قول لي الاجواء الفتره اللي فاتت بالنسبه لكم، يمكن لاعبين اربع ماتشات لغايه دلوقتي، حطينا كده في اجواء البطوله بالنسبه لكم عامله ازاي؟ والله الحمد لله احنا لعبنا اربع مباريات، عندنا خمس نقط، كان اخرها امبارح مع نجوم مستقبل وتعادلنا 0-0. المسابقه طويله لكن هي الجدول ما خدمناش شويه لان لعبنا اصعب فرق والفرق اللي هتنافسنا المباريات اللي فاتت، لكن ان شاء الله انا بوعد اداره اف سي مصر وبوعد الجمهور ان شاء الله اف سي مصر في نهايه الموسم ان شاء الله يكون في الدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك، متشكر جدا. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتن ايمن المزين، يمكن هو طبعا يعني عنده سفر وعنده قطر ومستعجل، وطبعا بنشكره طبعا على تواجده معانا وعمل لقاء طبعا معانا. انتهت طبعا مباراه الاهلي واف سي مصر، اداء كان مميز للنادي الاهلي ونتيجه مميزه كمان. الكابتن حسام البدري شارك كافه اللاعبين، عبد الله الشامي، احمد حمدي، احمد رمضان، بيكم، كل اللعيبه طبعا اللي ما بتشاركش بشكل كبير في المباريات السابقه في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام. النهارده كان في فرصه كبيره ونتيجه كبيره لفريق النادي الاهلي، بنتمنى تكون في استفاده كبيره من زي ما قلنا من النواحي الخططيه والتكتيكيه والبدنيه لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي، مباراه الاهلي والاتحاد السكندري هي اولى مباراه النادي الاهلي بعد فتره التوقف للدوري العام. كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي، واكيد هنكون مستمرين معاكم هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره وملعب مختار التتش ولقاءات خاصه مع لاعبي فريق النادي الاهلي. لكن عوده ليكم في الاستوديو في هذه اللحظات. اشكرك كريم.